السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان طلع 30 يوم الحمد لله، وجينا العمارة تاني علشان نسلم ونقول سلام عليكم وناخد الناس كلها بالأحضان بالأحضان بقى، ونقول كل الكلام الحلو في نهاية رمضان. كل سنة وانتم طيبين. 30 رمضان يعني بكرة العيد، يعني نفرح لأن خلاص رمضان خلص ومدينا هدية حلوة كده وهو ماشي بيقول لنا عيدوا. بكرة الصبح في صلاة عيد، بكرة هنعيد يا جدعان وهنفرح وهننشكح وهننطلق ونعمل كل الحاجات الحلوة اللي بنحبها واللي ما بنأذيش حد واحنا بنعملها، احنا بنحتفل من غير ما نزعل حد مننا. بكرة في صلاة عيد، بكرة في التكبيرات اللي بتملى الدنيا وبتملى الميكروفونات والسماعات في كل مكان، اللي هنفضل كلنا نكبر مع بعض ونقول التكبيرات الحلوة بتاعت العيد. على فكرة التكبيرات من النهاردة من بعد صلاة المغرب تبدأ تقولها في البيت، اعمل لهم كده دوشة في البيت وخليهم كلهم يكبروا تكبيرات العيد الجميلة. خرجت زكاة الفطر ولا لسه يا باشا يا برنس؟ ها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. على فكرة هي ممكن تطلع من قبل كده، بس خلاص احنا النهاردة ان شاء الله نطلعها ابتداء من النهاردة وصولا لحد بكرة قبل صلاة العيد. يعني تاني زكاة الفطر نطلعها امتى؟ حالا، النهاردة، المغرب، العشاء، بالليل، الفجر، لحد قبل صلاة العيد كده زكاة فطر. خلي بالك لو طلعتها بعد صلاة العيد كده بقت صدقة عادية. بصوا بقى ركزوا معايا، زكاة الفطر قالوا السنة دي انها 8 جنيه، بس معلش يا جماعة الدنيا غليت جدا فنقدر نطلع اكتر من كده. يعني هو الحد الادنى من 8 وانت طالع، ممكن تزودها شوية تخليها 15 20 50 100، بتطلع عن كل فرد في اسرتك. كل فرد، لو مراتك حامل ما بتخرجش عن الجنين في الحمل، لكن لو مراتك ولدت النهاردة إن شاء الله نقول لها ألف حمد لله على السلامة، يخرج عن ابنك زكاة الفطر. في ناس بتحب تطلعها بقول زي ما كان بيحصل في أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، وفي ناس بتقول هخرجها فلوس وصاحب الشأن ياخد الفلوس ويعمل بيها اللي هو عاوزه. ده في آراء بتبيحه وده في آراء بتبيحه، فالاتنين تمام، بس المهم كلنا إن شاء الله نطلعها. عارفين زكاة الفطر فايدتها إيه في الأساس؟ إن أي غلطة غلطناها في صيام رمضان ان شاء الله تكون سبب في انها تمحى. يعني اي كلمه جبنا سيره حد، اتكلمنا على حد من سكان العماره كلمه كده ولا كده عادي، يعني اتكلمتوا عليا اتكلمت عليكم وهكذا، يعني كل ده زكاه الفطر بتمحو ده كله، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يكون استلم منا ان شاء الله رمضان وهو حلو وتمام وزي الفل ما فيهوش غلط. يلا لف على البيت كله، كله يشخشخ جيبه ويطلع، وخد انت زكاة الفطر ووزعها، شوف مين المحتاج ووزعها. روح لأي مسجد، في مساجد كتير جدا حوالينا بتجمع الفلوس وبتشتري بيها حاجات بقول مثلا أو حبوب وتوزعها على الناس أو بتوزعها كفلوس. أقول لك حاجة، ممكن تبعت رسالة حالا على 9597 رقم مؤسسة مصر الخير، لأنه برضو بيروح في مصارف كتير جدا من ضمنها كل المساعدات اللي مطلوبة. بس خلي بالك الرسالة بخمسة جنيه، يعني انت على الأقل هتبعت رسالتين على كام؟ 9597 رقم التبرع الخاص مؤسسة مصر الخير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تحديدا ايه؟ زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طب ما تصلوا على سيدنا النبي، يلا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلنا لآخر شقة في العمارة وهندخلها مع بعض وهندردش معاهم وهنشوفهم بيعملوا ايه. اكيد اكيد العماره النهارده عايز اقول لكم انا حاسس ان هيبقى فيها حاله تنطيط وفرحه واغاني بقى وعيد وجو حلو جدا، بس هو نصيب شقه 30 ان احنا نروح لها النهارده في اخر ايامنا من الشهر الكريم وفي اخر حلقاتنا من عماره الحاج رمضان. هندخل الشقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليلتي العيد انستي، خلينا عنينا فرحنا وغنينا وقلنا السعد هيجينا على دومي. يا ليلة العيد في كل بيت في حكاية غير، في بيت في شر وبيت في خير وبيت غني
وزي ما توقعت الشقة كلها ناس بتحتفل وناس عمالة تغني وعملين يغنوا أهلا بالعيد ويا ليلة العيد أنستينا. هسيبهم بقى هما بيغنوا وهما فرحانين ومنشكحين والجو الحلو ده ونمشي بقى احنا. يلا بينا. هنمشي خلاص. الشقة خلصت والعمارة خلصت وإن شاء الله السنة الجاية بقى هنيجي. يا ترى هيبقى فيه ايه؟ مش عارف. كله بقى اجمع اجمع يلا على السلم. كلنا هننزل مع بعض وهنقول اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أقول لك حاجة حلوة يعني. أنت زعلان عشان رمضان بيخلص وأنا عمال أقول لك العيد. إحنا لسه في رمضان. والله لسه في رمضان. إحنا لسه مصليين العصر من شوية. لسه عندنا صلاة المغرب ولسه عندنا صلاة العشاء. عندنا ساعات حلوة من الشهر الكريم. يعني ممكن النهاردة تعمل أعمال كتير جدا طيبة ما لحقتش تعملها. إنجز أكتر في قراءة القرآن النهاردة. طلع صدقات. أعمل عمل طيب. صالح الناس. اسأل على الناس. كل ده إحنا في رمضان يا جدعان. احنا لسه في رمضان. ايه يعني غني لكم رمضان كان عشان تصدقوا؟ وحتى لما يخلص رمضان هنبقى ليلة العيد. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا بعد ما نخلص الصيام بالتكبير وبالشكر لله على النعمة وبالتقوى وبالهداية اللي ربنا رزقنا بيها في صيامنا لرمضان، وإننا نكمل الحالة الحلوة اللي كنا عليها في رمضان وهنكملها كلنا إن شاء الله. تعالوا النهاردة في واجبنا العملي في حاجات حلوة أو ممكن نعملها زي إيه. من بعد صلاة المغرب ومن بعد ما نفطر نفضل نردد التكبيرات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. طيب هنختم كمان بإيه النهاردة؟ هنتكلم عن صلاة العيد علشان في ناس ممكن مش عارفة ومش فاكرة، مش زي حالاتي كده مش فاكر صلاة العيد. فتعالوا أفكر نفسي وفكركم معايا. صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الحاجات المستحبة في صلاة العيد إيه؟ الاغتسال. لازم نكون كلنا واخدين الدش التمام الشاور الحلو كده وإحنا رايحين ولابسين لبس جميل. بتروح صلاة العيد من طريق وترجع من طريق تاني. ده سنة ان انت تروح من الشارع الفلاني وانت راجع ما ترجعش من نفس الشارع. هتعملها علشان تاخد ثواب انك مشيت ورا سنة سيدنا محمد صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من الحاجات المطلوبة كمان بكرة في صلاة العيد ان انت قبل ما تخرج لصلاة العيد تاكل تفطر كحك بقى. فرصتك بقى كل كحك بقى الصبح. يعني طبعا احنا النهاردة كلنا بعد ما الفجر هيأذن هنشرب مية وكلنا هنعاند كأننا بنقول رمضان هي تحكينا عليك. فطبعا كلنا هنبقى شاربين ميه من بعد صلاة الفجر. ولكن لو انت مش من دول او انت نسيت خلي بالك قبل صلاة العيد لازم تكون فطرت. لازم تاكل ممكن تمرة من التمر الجميل اللي عندنا لسه من رمضان او زي ما قلنا كحك. بتعرف تصلي العيد ولا افكر نفسي وافكرك معايا؟ صلاة العيد ركعتين. ركعتين زيها زي صلاة الصبح بالظبط. بس الفرق بينها ان احنا بنقف الاول في الركعة الاولى وبنرفع ايدينا ونكبر 7 مرات. 7 مرات يعني بتقف تقول الله أكبر بعد كده الله أكبر لحد ما نكملهم 7 مرات في الركعة الأولى بس. بين كل تكبيرة والتانية في آراء قالت إن أنت ممكن ما تقولش حاجة وفي آراء بتقول إنك ممكن تقول البقيات الصالحات. ممكن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقولهم تاني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو نسيت حاجة منهم عادي ولو ما افتكرتش غير حاجة عادي كل ده عادي. احنا طبعا ماشيين ورا الإمام. الفرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية ان الركعة الثانية مش 7 تكبيرات لا بتبقى 5 بس. الله أكبر الله أكبر برضو 5 مرات بنفس الطريقة اللي قلناها في الركعة الأولى. وبعد نهاية صلاة العيد بيبقى فيه خطبة بيفضل انها ما تبقاش طبعا طويلة علشان الناس هتقوم تهني بعضها وتصل رحمها وتفرح وتحتفل بالعيد. عارف انت ممكن تعمل ايه بكرة في صلاة العيد؟ تاخد حلويات توزعها على الاطفال في صلاة العيد. تعمل اظرف كده فيها عاديات جنيه رجع يا جماعة خلاص ونص جنيه. ممكن نعمل ظرف جواب فيه جنيه جديد كده او نص جنيه ونوزعهم على الاطفال. مش الاطفال اللي انت عارفهم اي اطفال وتكتب عليها من بره عيد سعيد. الحاجات دي بتبقى حلوه جدا وبتفرح الناس جدا. والله يا اللي بتسمعني ويا اللي بتسمعيني لو فاتك صلاه العيد هتزعل جدا وهتحس ان العيد ما جاش. طيب البنات اللي بيبقى عندها العذر الشرعي في وقت صلاه العيد طبعا هي ما بتنفعش تصلي بس بيستحب انك تروحي تحضري الحدث تقفي تتفرجي تشهدي صلاه العيد علشان برضو في الاول في الاخر تحسي انك بدات العيد. كل ده يعني بتهيألي كده غطينا كل ما يتعلق بصلاه العيد.
استغلوا كل لحظة بكرة وبعده وبعده في الثلاث أيام على قد ما تقدروا. افرحوا يا جدعان بالعيد، الله يكرمكوا، عيدوا عيدوا، طلعوا كل الكبت والزهق والزعل اللي كان عندنا في الأيام اللي قبل رمضان المفروض في العيد. وتاني مش معنى ان العيد جاء ان انا احتفل وضايق ناس غيري، والكلام مفهوم للولاد وللرجالة. افرح وعيد من غير ما تزعل حد، من غير ما تتعرض لأي بنت، من غير ما تعمل أي حاجة تبوظ لك صيام 30 يوم واجتهاد وحاجات حلوة كنت بتعمل. احنا خلاص خلصنا، احنا مش هينفع نيجي تاني، احنا هنكلمهم بقى في العيد وهندخلهم على الهاشتاج بتاعهم في العيد ونسلم عليهم علشان هنعمل لهم هاشتاج في العيد ان شاء الله، عمارة الحاج رمضان بتعيد. بكرة بقى هندخل على الهاشتاج وده ونخلي الناس كلها تعيد معنا من سكان عمارة الحاج رمضان. ان شاء الله السنة الجاية هندخل على عمارة تانية. ليه بقى؟ انا شفت عمارة بتديني ورا عمارة الحاج رمضان، فمن الواضح ان احنا السنة الجاية راجعين تاني عمارة الحاج رمضان العمارة 2. فجهزوا نفسكم وابدأوا من دلوقتي ادعوا ان شاء الله ان ربنا يبلغنا الشهر الكريم. واجبنا العملي ايه؟ عندنا واجب عملي سهل جدا، نبعت رسالة على 9597 نكتب فيها عمارة الحاج رمضان، ثواب حلو في ليلة العيد. بكرة مش يوم النوم يا جدعان خالص، ما تنامش، عندك بقى ايه بعد كده بقى نام زي ما انت عاوز، بس بكرة الله يخليكم ما تناموش. ذكرنا اللي هنختم بيه ايه بقى، او الدعاء اللي هنختم بيه في 30 رمضان من عمارة الحاج رمضان؟ شوية ادعية كده هنقولها ونقول كلنا امين مع بعض. اللهم تقبل منا رمضان، واجعله اللهم كفارة لما سبق من ذنوبنا، واجعلنا اللهم فيه من المقبولين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم وسع على خلقك في ليلة العيد. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. شكرا لحسن المتابعة. كان معاكم طول 30 يوم في عمارة الحج رمضان، من الإعداد نوران أيمن ومن الإخراج طارق عليش. شكرا نوران وشكرا طارق، ان شاء الله اوعدكم ان احنا السنه الجايه في رمضان هنعمل لكم حاجات اجمل واحلى بكتير. شكرا للراديو 9090 على التعب اللي تعبوا معانا كلنا يا سكان العماره في طول 30 يوم، وشكرا ليكم بقى انتم الشكر الكبير اللي ما بيخلصش ابدا، سكان عماره الحاج رمضان. ان شاء الله نتقابل تاني في كلام معلمين، ان شاء الله راجعين على طول، وجهزوا نفسكم بقى علشان ننطلق في كلام معلمين ونطبق الحاجات الحلوه اللي اتعلمناها في عماره الحاج رمضان. سلام عليكم.